من جانبه أكد القنصل العام لدولة الكويت في اسطنبول محمد فهد المحمد سلامة جميع المواطنين الكويتيين في اسطنبول إثر التفجيرات الإرهابية التي استهدفت مطار أتاتورك الدولي يوم أمس الثلاثاء. وقال المحمد في بيان له إن القنصلية الكويتية في اسطنبول شكلت منذ اللحظات الأولى للانفجار فريق عمل لمتابعة التطورات في مطار أتاتورك للإشراف المباشر على نقل الكويتيين الذين ألغيت رحلاتهم نتيجة للإجراءات الأمنية التي أعقبت الانفجار، مضيفا أن القنصلية على استعداد تام لتقديم المساعدة الممكنة للمواطنين والرد على جميع استفساراتهم عبر الاتصال على خط الطوارئ المخصص والظاهر أمامكم أسفل الشاشة. وللاطمئنان على أحوال المواطنين الكويتيين معنا القنصل العام لدولة الكويت في اسطنبول محمد فهد المحمد. سعادة القنصل أهلا بك، طمنا عن أحوال المواطنين الكويتيين خاصة بعد التفجيرين اللذين استهدفا مطار اسطنبول. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أجدد شكري لتلفزيون دولة الكويت على اهتمامه ومتابعة لشؤون المواطنين الكويتيين. كما تعلمون منذ اللحظات الأولى للانفجار طبعا كان هناك اتصال ومتابعة مباشرة من معالي النائب الأول رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح حفظ الله ومعالي النائب وزير الخارجية السيد خالد سليمان جار الله للاطمئنان على الرعاية والتوجيه بتواجد القنصلية وتقديم كافة الخدمات المواطنين في مطار اسطنبول. طبعا احنا من اول ما علمنا على الحادث انتقلنا فورا الى المطار لاستقبال المواطنين الكويتيين او متابعة يعني تقديم الخدمات لهم مساعدتهم في نقلهم الى اقرب الفنادق الموجودة من المطار. نظرا للحالة الأمنية والانفجارات طبعا السلطات الأمنية طوقت المطار ومنعت دخول وخروج أي شخص من المطار وذلك حرصا على سلامة المسافرين والمواطنين. طبعا احنا تواصلنا مع المسؤولين وبلغناهم ان هناك مواطنين كويتيين وسهلوا موضوع الاتصال والالتقاء مع المجموعة. كنا يعني على وجود في البوابة الرئيسية لخروج جميع المسافرين من المطار وتواصلنا مع المسافرين الكويتيين عبر التلفون ووضعنا لافتة توحي ان سفارة او قنصلية دولة الكويت متواجدة في هذا المكان واستقبلنا عدد 28 مواطن كويتي. قمنا بتسهيل طبعا نقلهم الى اقرب الفنادق الموجوده الى مطار اسطنبول حتى يتم تسهيل اجراءات سفرهم في اليوم الثاني. ايضا لا شك بان فورا قامت القنصليه بفتح مكتب لها في الفندق طبعا لمتابعه مطالب الكويتيين المتواجدين في الفندق. كما قامت من صباح اليوم بفتح لها مكتب في مطار اسطنبول حتى يتم القنصل عذرا للمقاطعة يعني. عذرا للمقاطعة يعني لا شك بان يعني بعد هذه التفجيرات لا شك بان جدول الرحلات سيكون هنالك في تغييرات على جميع الرحلات لدى مطار اتاتورك، فما هي اجراءاتكم حيال المسافرين خاصة الذين ألغيت رحلاتهم؟ الحمد لله احنا نسقنا طبعا مع خطوط الطيران الموجوده يعني اللي رحلاتها دائما الى 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 دوله الكويت وخصصنا بعض الكاونترات مثل يعني احد السفريات او الرحلات خصصت كاونتر خاص للكويتيين للسفر وتواجد مكتب القنصليه في المطار من الصباح الباكر لتسهيل عوده المواطنين. بحمد الله وفضله تم عوده جميع الرعاية الكويتيين الذين كانوا عالقين في مطار اسطنبول والذين تم نقلهم إلى الفنادق. يعني أنا أتكلم الحين بتمام هذه الساعة جميع المواطنين على متن الطيران وهم في طريقهم إلى الكويت بصحة وعافية وأمان الحمد لله. نعم، كل الشكر إلى سعادة القنصل العام لدولة الكويت في اسطنبول محمد فهد المحمد.